انا جنات بنت سلا من زيادة وخلوق. انا يا سلا وعشت معاناة من الصغر ديالي، يعني من صغري وانا كنعيش معاناة مع الاب ديالي ومع الام ديالي الله يرحمها، وما لقيتش اللي كلية اللي يكون في كتافي. لقيت راسي بوحدي، تزوجت وما لقيتش الراجل في كتافي، ما خدام ما والو. كان ديك الساعه مربيني واحد الناس وساكن معايا هو معاهم، توفى ودوك الناس سمح فيا مشى بحالو. خرجت انا للزنقه، خرجت كنخدم على راسي عادي بحال اي توال بحال اي مرا، يعني تخرج تعتمد على راسها. انا ما عندي لا وليدات لا حتى شي حد، غير بوحدي يعني كنعيش بوحدي. و اضطريت نواجه المصير ديالي رغم بزاف ديال الضغوطات عشتهم، بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الاستغلالات. وشحال من واحد استغل الظرفيه ديالي، وشحال من واحد تعدى عليا، وشحال من واحد عايرني باللي ماشي فيا. شحال من واحد يعني عش بزاف ديال الظروف خايبين ما يخطروش لكم على البال. نفسيا يعني حتى النفسيه ديالي ما بقيتش كنستحمل شي حد يجرحني بشي حاجه، اي حاجه كتحسني بانني انا عندي نقص. فقدت الامل في كل شيء سوى الله اللي ما كيتفقدش فيه الامل، ان ما عندناش من غيره. هو اللي ما غيد، هو اللي ما كيدوزنيش، هو اللي معايا، هو اللي خلقني، هو اللي حاميني، هو اللي سترني، هو اللي رازقني، هو اللي كيسخر لي اللي فيها الخير. حيدا بحال بحال وليت بحال مقطعه من الشجره، ما كاينش شي حد زعما اللي قال هذيك السيده راه بوحدها، واخا غير يدعمو كيبدي كيطلع عليك وعمر كتافك، يعني يجي الانسان يشوفك راه عندك عائلتك ماشي انت يا ركيد اللي كيقول هادي راه مقطعه من الشجره يا شنكاره كدور. شحال واحد عايرني بهاد الكلمه، المجتمع ما كيرحمش. شحال واحد عايرني بعائلتي، شحال واحد عايرني بشحال من حاجه، وربي اللي عالم وربي اللي كيخلص. انا يقدر ربي ابتلاني بالدنيا باش يقدر يكون يغفر لي الا درت شي ذنوب، وما كاينش شي واحد اللي ما كيديرش ذنوب غير الخطا انت. وحنا كنا كنغلطوا وكنطلبوا من الله يغفر لينا، ما كنطلبوش من العبد، والعبد ما عندوش حق يحاسبني او يقول لي انا لا غلطت ولا درت شي حاجه. كنطلب من الله المغفره، كنطلب من الله هو اللي يغفر لي، هو اللي حيت هو اللي خلقني، هو اللي كي هو الوحيد اللي كان جميل. اللي كنتواصل معاه. اما الهب بصفة عامة عمر شي حد، ماشي نقول لك من طحت لدابا، من قبل ما نطيح كنجلس مع ناس وكنعاود لهم المعاناه ديالي والظروف اللي عشتها، وبانني تكرفصت وباتكرفصت بابا خلى ما دار ليا، وخرجت للزنقه وتكرفصت وعشت معاناه مع دارنا، وخرجت للزنقه في صغري من عند كنت عندي 8 سنين وانا كنتكرفص. وماما كي ما كاينش اللي كيرحمك، كيعايرك بشي حوايج، كيعايروك بهم، كيعايرك بداك الشيء اللي انت عاودتي ليه، كيستغل داك الضعف اللي انت كتعاودي له، وكيسمع من تسمع منك ولا يسمع منك، وفي الاخر كيقولك سيري باك داير امك دايره وباك فاعل. حتى واحد ما كيختار مو ولا باه. انا راني ما تمي با خسر عليا جوج كلمات، قال لي انت ماشي بنتي، امك مشي تشوف معاها من ولداتك. انا مادام خرجت لهادشي الا غنقول لي كاين هاكا با. نهار اللي مات تمي قال لي يا سيري شوفي باك شكون هو، وجيت وهزيتها وقلتها للناس، ودوك الناس عايروني بيها. غير هادشي كيبقى يضغط في نفسي لداخل، انا طحت بمرض السكر بقى امي بالحياة،
ولا عندي 24 عام، دابا عندي 46 عامين، 22 عام وانا فيه السكر. انا السكر ما كنتش كندير لا دواء لا حتى شي حاجه، هملتي راس. يعني عايشه عاديه، كناكل اللي قسم الله، كنشرب مناضه، كنخدم عادي. يعني كنقول عندك خدمه كتحرك ليا داك السكر، هو هادشي راه ما كاينش منه حتى شي حاجه. الدعم النفسي ما كاينش، الوسط العائلي ما كاينش، حتى شي حد ما كاين سوى الله. يعني ربي هو اللي كيعاونني على ديك لقمه العيش اللي كنمشي كنضطر. ما نكذب عليك نقول لك انا كنت قابله على ديك الحرفه اللي انا كنت تماما، ما كنتش قابله وما كنتش باغاها، ولي تحتمت عليا الظروف، حتى حد ما مد لي يديه. وقفتي راسك؟ وقفت راسي وطحت راسي، وعاود انا كنوقف عاوتاني. ما غنقول لك راه انايا كنت باغا ديك الخدمه ولا انا كنتحتم عليا، علاش؟ لانني ما خدمتش ما غنعيش. انا بحال ديك الحوته انا خرجوها من الماء، خصني نخدم باش نشري ما ناكل، باش نخلص كرايا، باش نتكسى. ما نكذب عليك نقول لك انا كنت كنشري البياس، وانا كنت كنمشي نشري حوايج غير من البال باش نمشي نخدم ونبات انا لابسه مزيان، ولا لابسه قوميجه، ولا لابسه شي شرطه، ولا لابسه انا بحالي بحال البنات، لان كنت مني من جيلي يعني عاديه. وهذاك الضمن كيتحتم عليك، يعني خصك تكون المظهر عندك سباق بزاف الحوايج. وخدمه ديال القهوه انا ما ننصحش بها شي وحده، وكنسمح كنطلب منها من المسامحه اي وحده كتخدم كسربايه فشي قهوه. انا كنطلب منكم سمحوا لي، ولاني شي ديري تخدمي في دار فاش ما كان، وما تخدميش في قهوه، لان قهوه كل الانظار كلها متجهه لك. هذه وحده، حتى واحد ما كيرحمك، كلشي باغي جر من جهه، كل واحد كي كتباني له ما كيقولش راه هذيك قليل، واحد 10% في هذا الشيء كامل اللي انا غنهضر عليه، اللي كيرحموا المراه اللي كيشوفوها واقفه كتخدم على راسها. انا كنت كنخدم في القهوه بحال الراجل، باش ما يطمعش فيا الراجل، وعطيت قيمه للرجال وما طلعوش رجال. اللي وقفت ليهم خدمتهم، واللي جريت وجاريت وما خليت ما درت، في الاخر ما رحبونيش. نهار اللي طحت مرت ما كاينش اللي جا دق في بابي وقال ديك البنت ضربات عندنا واحد السنين، نمشي نطلع عليها ما تجيبش ليا وما تعطينيش. جيت طلع لي بوجه كنحس بان داك الانسان راه شاف فيا شفت الرحمه. لا، كاين اللي قال لهم عطاها ربي على قد فعلها. علاش عطاها ربي؟ كانت قبيحه، كانت اللي هضر معاها كدابس معاه. كنت اللي هضر معايا كندابس معاه. علاش كندابس معاه؟ حيت ما كيشوفش فيا كاختو ولا كبنت اختو ولا كشي وحده منه، كيشوف فيا شوف اخرى، كيحترمنيش وما كيقدرنيش. علاش؟ حيت تحطيت عنده في ديك البلاصه، حيت الوقت لاحتني ومشيت تلاحيت عندك في القهوه. انا شي حاجه سميتها القهوه ما بقيتش كنحملها، ما بقيتش كنعرف شنو هي سميت القهوه. مع العلم بغيت ندير واحد المشاريع، قلت شي كراريسه ندير فيها بريسه ونبدا نبيع قهوه امبورتي باش نخدم. انا ما يمكنش، انا ما بقى غير تخرجي للشارع تمدي يديك، وانا ما عنديش الوجه باش نمدي يدي. وانا ما وصلت لهذه الحاله هذه بقى ما نخبي، وهادشي القليل في القليل. كنحس بك مدمر، هادشي نقطه في بحر ماشي غير مدمره. العافيه اللي شاعله فيها ما علم بها غير الله. كاين شي حوايج اللي عيب تقوليهم، كاين شي حوايج اللي عيب تصرحي بهم، لان المجتمع ديالنا ما كيرحمش. كاين اللي غينتقدك، كاين اللي غادي يقول هاد الهضره ما كايناش، كاين كل واحد شنو غادي يقول. يعني كل واحد والحريه التعبير ديالو.
واحد النهار من الخدمه في معشي العشرونس ديال الليل جالسه في هذه البلاصه اللي انت جالسه فيها في هذه الدار هذه نيت جالسه تما مع لينا حيت سبرغليتي سخنت ميها نصل رجلي مع لينا خليت رجلي في داك البانيو حشك هزيتها بديت كنقي في داك داكشي اللي هذوك دوك كيقولوا بونتاف كيكونوا في جناب هذيك كنقي فلينا كنتفاجئ بانني قطعت واحد البلاصه ما رديتش ليها البال بالمقص ديال الدم حيت بان غادي يسيل الدم بديك الحاله صافي هزيت رجلي نعست باش نوض الصباح نمشي نخدم هانوض خصني 6 ونص نكون في الخدمه نط كنلقى المخده كلها عامره دم من هادشي راه سالني بالليل وانا ما شفتوش كان في الدم مسكون ورجلي كتعقرني غدس عندي بيتادين مسحت بيتادين لويت رجلي بواحد الشرويطه مشيت رجلي في 12 سبردينا مشيت خدمت الا جيت بقات الامور كما هي هاكا رجلي غدا وكت كتبين ليا بان غير انا ما نويتش بان غتوصل لديك الحاله بان غادي تتوسع جيت لهنايا صافي غادا خدامه اليوم على اليوم اليوم على اليوم واحد النهار انا خدامه وصلت 7 العشيه ما بقيتش هاد الرجل اليسرى ما بقيتش قاده نهزها في الدروج قهوه كبيره فيها دروج كبار وفيها هادي فين طلعت ولكن ما بقيتش قادره مع انني كيعرفوني انا من داك النوع اللي اكتيف يعني كنتحرك بزاف حركي يعني ما كنجلش لاحظني الدري اللي خدام داخل قال لي مالك اش الناس كلو واش اللي كطعمني قال لي لا حتى راك ما بقيتيش قاده تهزيها قال لي صافي حبسي حتى الوسيط اونسي حتى الوسيط جيت بحال جيت رجلي كطعمني نعست نت الصباح مشيت للسبيطار ديال الحومه من دخلت عند السيد عند الدكتور اللي غادي يقلبني قال لي انت خصك تمشي لبلاصه السكر صفتني عند واحد الطبيب ديال السكر مشيت عند داك الطبيب ديال السكر قال الحالة ديالي ميؤوس منها يعني رجلي بدات كتاكل الشحط خاف من واحد العرق اللي كنت قاص ليا قال عندي السكر طالع دخلني عند واحد الدكتور اخر قلبني بدا كيسواني ليا في رجلي خاف لي يمشي يقاس ليا شي عرق قال له غتعطيها برا تمشي للسويسي كتبوا ليا برا مشيت للسويسي عاد استنجدت بواحد خو الوالده الله يرحمها انا كنموت وانا الزنقه والشتا كتصب وانا في سويسي وما عنديش باش نهبط وبقيت هنا نشوف كيفاش ديروا صرت لي شي واحد يجي يعتقني قال لي انا غادي نشوف شنو كاين وقطع عليا التليفون باش يعرف حتى هو راسو بانه حتى هو خلى بزاف ديال الحوايج يعني انا مستنجدت بيك والوحده ونص وحده ونص الليل وانا في الزنقه وانت ما معتقتينيش واللي تواصلت بواحد السيده هي اللي جات هي واحد السيده اخرى وهبطوني شراو لي الدواء اللي عطيني لوردونس اللي عطيني في السويسي وشراو لي ما ناكل وجابوني لهنا للدار ودخلوني شي جوج ديال الليل هذيك والزياده مشاو بحالهم بقيت انا هنا هذوك اللي في السويسي عطاوني ورقه باش نمشي لمولاي عبد الله قالوا لي لا حنا ما يمكنناش نقبلوك غتمشي لمولاي عبد الله تما غيديروا معاك الحل مولاي عبد الله شنو نقول لك طبيب العرق ما كاينش طبيب العظم ما كاينش سيري بلاتي سيري من هنا سيري من هنا سيري من هنا واحد السيده كدير عندها هذاك التيك توك طلعت في التيك توك لقات واحد واحد السيد كيدير هادشي ديال المحسنين كيتعاونوا مع بحال الحاله ديالي انا تواصلت معاه قالت له واحد السيده عندنا في الحومه راه شنو 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 وقع لنا هادشي ديالها ساكنه حدايا انا هي ساكنه في الدار ديال تواصلت مع داك السيد عطاها لمرته وقال لها قولها تواصل معايا انا ما تواصلتش معنا صورت له رجلي وصفتها له هو شاف التصويره تخلع ويدخل عندي قال لها قولها ولا بوطا سيري دي لها التليفون وقولي لها دخل عندي ربما المحسنين يتعاونوا معها المهم شافني واحد السيد عطاه النمره ديالي جا عندي لهنا دوك الوريقات اللي جمعت في السويسي في بولي عبد الله جمعهم وداهم عنده لمدة شهر هما عنده وانا رجل غدا وكتدهور باش كنقول لك انا يعني ما لقيتش اللي يهزني ديك الساعه ويعتقني كانت الرجل ما تترش راه انا اللي كنت نقطع
راه ما تفرضاتش عليا، راه انا جات الفرم ليا باش سواني اللي هي رجلي وكل هداي، صوريها وصيفطيها للطبيب اللي قطع ليا الصبع. الا كان باقي عندي الامل في هاد الرجل نخليك تسوانيها، ما كانش عندي الامل بنتناش قولي لي معايا شي حل الا كان كيفاش ديروا، شوفوا لي شي محسن اللي يتعاون معايا تقطع ليا الرجل. قالت لي واش، قلت لها انا بغيت نقطع رجلي، اللهم نقطعها ولا نبقى كنعاني، انا 4 شهور وانا ما كناش كنشوفش الناس، الناس ناعسين وانا كنبس فريقه كنخبط في الحيوط بالحريق وبالالم اللي كنحس به. المغفره سدونه بالحمد لله. فهادشي كامل، هادشي كله ديال الله، المرض ديال الله، الرجل ديال الله، حنا كلنا ديال الله. كتشوفي راسك انتي كيفاش عايشة وكيفاش الحياة ديالك. ربي ما يكونش بغى ليا شي حاجة خايبة، ربي بالعكس كيبغي لنا حاجة زوينة. ملي كتشوفي خوتك المسلمين شي وحدين من دمك ومنك وكتعرفيهم أصدقاء وغير أصدقاء وعائلة وأقارب بزاف، ولو هي قد هكا. أنا واحد عمي تواصلت معاه في التليفون، قلت له أنا الحالة ديالي زعما ما بقاتش فيكم، زعما رجلت قطعات وانا وامي ما كانش من ديك النوع اللي جا عندها بباب الباب ديما مفتوح. قلت تجيو مع 3 الصباح تحل الباب وتنوض طيب العشاء، تجيو مع 4 الصباح تنوض امي. انا زعما ما صرفتش معكم، يعني حتى انا كنت انا يمكن كاع نقدر، انتم ما عندكمش مع بابا ما معاملش معكم مزيان، ماشي انا في طريق، واني امي ما عمرها رفضت شي واحد ولا سدات على شي واحد الباب، يعني من داك الجانب ديال امي يعني يقدر شي حد يتعاطف معايا، ماشي تخليوني هكا. يعني انا هكا انا ما غاديش نخرج نساعة، انا غنبقى نموت في بلاصتي وما غنمدش يدي. فنقول لك بنتي الرساله ديالي وهي بغيت اللي يعاونني اللي ينقذني اللي يحس بيا. انا ما عنديش شي متطلبات كبيره، اول حاجه بغيت نتسنى من هذا السكن اللي انا فيه، حتى انا مكرفصه، انا كليه 22000 ريال وكيتسني الكرا وما كنلقاش باش نخلصو، والباب اللي كنقصدو راه كيعيا لي يعطيني عيا لي يشد. انا ما يمكنليش نبقى واحد الانسان ايه راه كان كيعطيك وحبس عليك كتقولوا لا، راه ماشي مفروضه عليه، هو راه غير خيريه منه غير جوديه منه كيعطيك. انا السكنه اللي انا ساكنه فيها انا مضطره نسكن فيها حيت ما عنديش فين نمشي. انا كل لقيت شي محسن ولا محسنه اللي تعطيني شي ميحل فين تسترفي حتى نموت، ماشي تعطيه ليا تكتبو ليا ولا تعطيه ليا فين تستر. يعني كاينين اللي غيشوفوا فيا بشوفه الرحمه، وكنتمنى من الله ربي يسخر لي اللي فيهم الخير ويحسبوني اختهم او اللي يحسبوني امهم لاني ما عنديش ولاد، ولا يحسبوني اي حاجه، المهم شي حد لي غادي يكون غادي يمد لك يد المساعده هو اجر لله. انا ما عندي ما نرد لهم، ولاني الانسان غيشوف فيك هذيك الشوفه ديال انا ما عندي ما نخبي، ها انا ماشي شي وحده اللي نقول لكم بقى صغيره ولا راه مرا كبيره، راه غادي 47 عام، راه ما عندي تجربه كحله ولا نقول لكم انا عاد باغا نحني ونزيد، لا انا باغا نعيش عيشه مستوره، باغا نقابل ربي بوجه مستور غير باش نعيش حتى نمشي عند الله.